السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا كنرحب بكم وكنوجه لكم ألف تحية وتحية، وكنتمنى تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. كنشارك معكم في هذا الفيديو كيفية تحضير الطاجين قبل ما نبدأ نطيبوا فيه الطعام أو الأكل. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتوصلوا لأكبر عدد من اللايكات وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع أهلكم وحبابكم وأصدقائكم. واللي باقي ما اشتركش في القناة عليه غير يضغط على الزر الأحمر أو المربع الأحمر اللي كيكون تحت الفيديو مباشرة، ويفعل الجرس على اختيار الكل باش يتوصل بكل جديد كتحطوا قناة منوعات لينا. كما كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو حتى الاخير، ومرحبا باي نقد بناء يكون في صالح القناه وفي صلب الموضوع. الاراء كلها تحترم ولا تناقش. الطريقه هذه كنستعملوها جداتنا في تحضير الطاجين قبل استعماله، اذا هي عاده مغربيه او طريقه مغربيه اصيله كانوا كيعتمدوها الجدات. نتمنى تعجبكم، وانا غادي نحضرها باش تبان لكم راها سهله وسريعه كتعطي نتيجه جيده. باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو مباشره للمراحل الفيديو اللي نتمنى تتبعوه حتى الاخير، راه ما طويلش بزاف. ها نتوما البنات، هذا هو الطاجين ديال الطين، طاجين عادي اللي خديت شريته، انه تهرس لي الطاجين ديالي. دابا هذا خصني نهيئو باش نولي نطيب فيه. هذا الماء غادي نحطه في الماء، خصو يتغطى بالماء. غادي نحط عليه شي حاجه هكا او غادي نقلبو هكا باش يتشبع بالماء مزيان. غادي نزيدو شويه الماء حتى يتغطى. هانتوما البنات، انا غنزيد، انا عمرت عليه الماء. هانتوما البنات، انا غطيته بالماء، غادي نخليه على الاقل 24 ساعه وهو مشبع في الماء، حتى يتشبع بالماء مزيان باش ما يتشققش ليا. الاخوان والاخوات، هذا هو الطاجين من بعد ما خرجته من الماء ونشف. غادي نحضروه جميع، يلا على البركه. غادي نداو دابا، غادي ندير ليه الشحمه، غادي نحكها عليه. شوفوا معايا هكا، غادي نحك عليه الشحمه مزيان هكا. ونجيب حتى هذا من هنا ونحك عليه من الداخل، نخليه هذا على جنب، الغلاقه حتى هي القيه ديال الخضره اللي كترمى. عندي الخرشف، عندي لقامه ديال اتاي، عندي خيزو او جزر، قشور البطاطا او البطاطس، اوراق البرتقال، وعندي اعواد القزبر والبقدونس، وعندي جوج عضومه ديال التمر، نواه التمر، تمره لتعزيز النكهه. قشور البصل ها هما، عندي قشور هذه النواه ديال الفلفله، طماطم، ما عنديش قشور، قطعت وحده صغيره. هادو غادي نقطعهم صغار، هادو على قد الطاجين. هادو باش ملي اي وصفه حضرتيها فيه كتجي فيها واحد النكهه ديال اللذه، جميع النكهات غتكون مجموعه هنايا. عندي قشور الخيار، عندي هادو ديال البصل الاخضر، عندي هادو ديال الكوسه او القرعه الصغيره الكورجيت، شويه الحامض بقشوره او الليمون، قشور البرتقال كما كتشوفوا،
كلهم غادي، هادو كلهم كانوا غيترما، هادشي كله كان غيترما. انا غادي نستغلو نصوب به الطاجين، نكه به الطاجين او نحضر به الطاجين. حتى البنات قشور الموز، موزه قشرتها ها هي، حتى هي غنستغلها. هذا البنات حبه حلاوه او اليانسون، وهذا الجلجلان او السمسم. هذوك البقايا اللي كنغربلهم وما كيدوزوش في الطناقيه كنحتفظ بهم حتى نديرهم للطاجين. ها كنحضر بهم الطاجين. التتبيله البنات لتعزيز النكهه، كان عندي شويه الابزار او فلفل اسود، القليل من الكركم او الخرقوم البلدي، القليل من الزنجبيل او سكينجبير، القرفه، قليل من القرفه، الكرويه او الكرويه، التحميره او بابريكا، القليل من القزبر اليابس، عندي القليل من الزعتر، زريع الكتان او بعض الكتان، السانوج او الحبه السوداء، القليل من الملح. هيا حطيت الحديده، غادي نحط منها طاجين، غادي نزيد عليها الماء. انا عمرت عليه الماء، غادي نزيد غير شويه الزيت ونسد عليه. غادي نزيد شويه الزيت، مقدار جوج معالق او ملعقتين حتى ثلاثه. دابا غادي نسد عليه ونخليه يطيب. حطيت على الطاجين الغلاقه ديالو، غادي نخليه يطيب. الطاجين ديالنا وجد، غنخليه حتى ينشف شويه ونطفي عليه. صافي ونطيب فيه، دابا ولا جاهز باش نطيب فيه، اصبح جاهزا للطهي.